بسم الله الرحمن الرحيم شروع كوم فنعمد خبايكي اغا دير مهربانة او بكون كيدي عبس وتولى تريو وتولى شو او بمخي وكرة ان جاءه الاعمى فدي خبرتي هغلوند ورتراغي وما يدريك لعله يزكى تتخبري كي داشي كي هغسمشي او يذكر فتنفعه الذكرى يا نصيحت تذيرشي او نصيحت كول غتاك ورتدي اما من استغنى كون سيكي دي فروائي وراكرا فأنت له تصدى دهغ لور تخو تا پام لرن وكرا وما عليك ألا يزكى فداس حال كي كغسم نشي نو پرتاي تزمان نسبه وأما من جاءك يسعى أو توكي تخفله ساتة من دراغي وهو يخشى أو أغفرده فأنت عنه تلهى ده غسر تا بمخي وكرة كلا إنها تذكرة هيك كلامه داخو يوم في حسبي فمن شاء ذكره ذكاز لك غوالي هغدي ومني في صحف مكرمة دا بداسي سهيفوك غخت دكي مبارك دي مرفوعة مطهرة الولا مرتبة لروكي دي فاكي دي بأيدي سفرة قرآن بغرة بذات مندو أو غرى لكونكو فلاسونو كي دي قتل الإنسان ما أسفره لا نتدوي في إنسان تومرك لك ده حق من كرده من أي شيء خلقه دي بتشيك الله فاق فدا كرده من نطفة خلقه فقدره دي وطاق كنا الله فاق دي فداك جاي ده تقدير وطاق ثم السبيل يسره بياي دل فارة دزون لارة آسانة كرة ثم أماته فأقبره بياي دي ملك أو خبر تي ورسو ثم إذا شاء أنشره بيا كليك خوكشي أغبه وهم زل غزاينا لا فاتبي كلا لما يقض ما أمره هيك كلامه بهغا فرض مدى يدا كريتي الله فاك لتا حكم كريو فلينظر الإنسان إلى طعامه بياد لقوان دي إنسان خطلو فاروت أبوري أنا صببنا الماء صبا مخي قبه راتوي كريدي ثم شققنا الأرض شقا بياز مكبو باجبا الشان شلولدا فأنبتنا فيها حبا بيا باغوكمو رازرغوني كريدي غلي داني وعنبا وقضبا او انغور او صابه
وزيتونا ونخلا او خوان او كدري وحدائق غلبا او غن باغنا وفاكهة وأبا او دول دول ميوي او شندي او ستاسي بتصار ويولا بارا دجون دوسائلو بطوغا فإذا جاءت الصاخة فباي كي شكلا هغا غقنون كي كي غبطور تشي يوم يفر المرء من أخيه هغا ورزكي بني آدم لخفل ورورة وأمه وأبيه او خفل موت او خفل بلار وصاحبته وبنيه او خفل ميرمني او خفل اولادنه تخي متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ستاسي لبارة أو ستاسي د څارویو لپاره د ژوند وسایلو په توګه په پای کې چې کله هغه غوږ کوونکی چیغه پورته شي هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپلې مور او خپل پلار او خپلې مېرمنې او خپلو اولادونو سره تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا غوصه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې دغه به له ځانه پرته بل هیڅ چا ته پام نه وي ځینې مخونه به په دې ورځ رانه ځلیږي ورین خندان او خوښ او تازه بوی و وجوه یومئذ علیها غبره او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي ترهقها قطره او سوی سکور به اووښتې وي اولئک هم الکفرة الفجره هم دا کافران او فاجران خلق دید.